بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم مالك وكتابه. وبنجاح شديد يجتاز الاهلي عواصف يناير. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وكل سنه ومصر طيبه. كل سنه ومصر طيبه بمناسبه عيد ثوره 25 يناير، وكل سنه ومصر طيبه بمناسبه احتفالات الشرطه. كل سنه ومصر متحده متوحده قادرة إن شاء الله إن تعبر وتتخطى كل الظروف يا باشمهندس. بإذن الله، والقادم أفضل بإذن الله، كلنا تفاؤل إن شاء الله. في هذه الحلقة أيضا عنوانان رئيسيان، نوة الكرم حمراء، ودائما مدرسة عاشور للأرقام القياسية. نوة الكرم حمراء، ولو عايزينها تعتبروها نوة الكرم ماشي، هي إحدى النواة اللي هي بتجتاح الإسكندرية والساحل الشمالي في هذا التوقيت، وتصل للقاهرة بشكل عواصف وأمطار. أيضا صحيح، هبت على الإسكندرية اليوم محملة بثلاثة أهداف حمراء رد بها الأهلي على تجرؤ الرجاء بهز شباك الأهلي. شوف، أولا من الأمس كان واضحا أن الإسكندرية تتعرض لأمطار وأجواء عاصفة أثرت تماما على مباراة الزمالك والمصري، ولكن استفاد منها المصري ولم يستفد منها الزمالك، بالعكس حملته. الأهلي أيضا كادت أن تداعبه في الشوط الأول، ولكن استطاع الأهلي أن يسيطر على العواصف ويسخرها لصالحه بثلاث أهداف لهدف. أول ما جه الجون الأولاني للرجاء افتكرت الكابتن مدحت فقوسي. هتقول لي ليه مدحت فقوسي؟ أقول لك، مرة حكى لي قال لك كان ماسك المصري والمصري بيلعب الأهلي. قال لك في أول 10 دقايق المصري جاب جون، فالدكة قامت تفرح، كان وقتها الأهلي عافي بالشكل اللي هو عليه دلوقتي. قال لك والدكة بتحتفل، قلت لهم أنتوا فرحانين ليه؟ وأنتوا فاهمين كده ده في صالحنا؟ ده كده الأهلي هيسخن علينا بدري بدري. فخلص 3-1. هو الجون المتاخر هو المربك، انما الجون البدري يعني بيستنفر لعيبه الاهلي، بيحطهم لا لما يكون الفرقه الاعلى بيبقى لصالحها. يعني انت يعني انت زمان كنا نقول ايه، يا رب الاهلي يخش فيه جون بقى، خلينا الاهلي يجرحوا بقى، يكشر عن انيابه بقى. هي دي ثقه برضو، يعني لما يكون انت كعبك اعلى ولياقتك اعلى، يعني فنيا وبدنيا ونفسيا اعلى، يبقى الجون المبكر يكون لصالحك. وبيواصل باسم علي الحقيقه تألقه برشاقه وخفه عاليه جدا، ومسجل هدف رائع. واسلام محارب ايضا بيبرهن من جديد على ثقه الكابتن حسام البدري. وازارو بلاش؟ وازارو ما دام ازارو. ازارو يا جماعه. يا اخوانا ازارو ده لعيب مهم جدا، وبعدين هداف الاهلي. بس في النهايه هو راس الحرب الهداف، يعني الله. انا بكلمك على باسم. مش شرط انه راس الحرب يبقى الهداف. مش شرط. الراجل ده 11 هدف، وكم ضربة جزاء مسبب لك؟ 10 ضربات جزاء. طيب 11 هدف في الدوري ده غير رجل البنالتي. لا ده لا، لعيب انا شايفه مهم جدا جدا. والحقيقه اسلام محارب، وانا قلت لك لما يخرج مؤمن هذا اللاعب الهام يعوضه اسلام محارب، وانا كنت واثق تماما ان اسلام هيقدر يعوضه. وباسم ما شاء الله عليه. باسم الحقيقه يا رب يحميه من الاصابات. الرشاقه والسرعه عنده ما شاء الله، ويحميه من الاصابات. والحقيقه ان المرونه التكتيكيه والمهاره المتنوعه عند خط ظهر الاهلي مكانته من اجتياز الازمات بنجاح شديد جدا. تشعر ان مفيش ازمه، تشعر ان اللي عندك افضل من اللي هتجيبه من اي حد من بره، تشعر ان هاني يستطيع ان يترك مكانه ويدخل الى الداخل، وان باسم يستطيع ان يعوض هاني واحمد فتحي، تشعر ان الكابتن احمد فتحي لما يرجع يستطيع ان يلعب في اي مركز. هذه المرونات هي اللي تميز الاهلي، وهذه الدكه هي. وكمان انا سعيد بظهور، نرجو ان يكون ظهور صحي، صالح جمعه. صالح جمعه. كابتن حسام البدري بيواصل ادارته للمساله بشيء من الهدوء. ماشي ماشي، والحسابات ماشي جدا. وحتى لو انت مش هتتفق مع اي حد على كل شيء، مستحيل، وجهه نظر، لكن في المحصله وجهه نظره نجاح عالي، محقق نجاح. هتختلف على التفاصيل، هو المسؤول، قد يلتزم بتفاصيلك ولا يحقق الهدف العام.
يبقى عملنا ايه؟ صحيح. عموما هناتي على ده بالتفاصيل، لكن النهارده كمان منتخب مصر لكره اليد منذ قليل تمكن من الفوز على المغرب بنتيجه 31-19 في مباراه الدور قبل النهائي بالجابون كاس الامم الافريقيه، عشان يتاهل منتخب مصر اولا لنهائيات كاس العالم، وثانيا يصعد الى نهائي دوري، يتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، هيواجه إن شاء الله يوم السبت تونس في المباراة النهائية اللي أقصت الجابون. أصبح مصر مدرسة كرة يد تتوالى الأجيال، ونفس المستوى، نفس يعني فوارق بسيطة جدا، ولكن الصاعدون يتألقون بإذن الله. ده بالنسبة لكرة اليد، وكل التوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله يوم السبت في المباراة النهائية أمام تونس. لجنة الكرة في النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتعلن رسميا عن التعاقد مع علي لطفي حارس إنبي عشان يكمل الأهلي القائمة الأفريقية بالحارس الثالث. الأهلي في القيد الأول في القائمة الأفريقية سجل شريف إكرامي والشناوي، ثم أتبعهما بقيد علي لطفي بعد توقيعه للأهلي 4.5 سنين، مش كده؟ تستطيع طبعا ان تطمئن باذن الله تماما على حراسه مرمى الاهلي، وهي ما كانتش بتتعرض لازمه بالمعنى المفهوم يعني. ايوه، انما دايما اللي في المركز الاول قلق. ايوه. فالحمد لله صفقه هايله. هايله. طبعا ماديا وفنيا وفي توقيتها وكل حاجه يعني. ماديا ايه تفاصيلها؟ لا بسيطه طبعا، بس هي خدت جهد مننا، والحقيقه يعني ساعد فيها جامد جدا الكابتن علاء بصفته عضو لجنه الكره، وهو ده اللي هيبقى المنسق معايا باستمرار من خلال لجنه. انت عارف اللجنه اللي فاتت كان الكابتن الخطيب هو المنسق معايا. ايوه. دلوقتي الكابتن الخطيب بقى رئيس اللجنه، اصبح الكابتن علاء هو المنسق معايا. ولن تجد من يتحدث، حصل شويه ارتباكات لان الفطره لسه ما اتظبطتش قوي. فكان بيطلع شويه تسريبات من هنا ولا هنا، كل ده من امبارح اتحطت نقط على حروف وسيطره، اخطاء لن تتكرر في الفتره القادمه، لن يصرح احد الا من هم اصحاب الحق. لكن صفقه الطلب فيها 5 مليون جنيه، خلصت ب 2.5 مليون جنيه، الاهلي سددهم. الولد ساهم انه تنازع عن بعض المستحقات البسيطه اللي كانت له، وفي الاخر تمت. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى. مش عايزين المغالاه والمبالغه، وانك تتصور ان اللي قدامك لما يطلب منك طلب تاني بيطلب كوبات ميه في صحراء. لا، خلينا، عشان كل ما بتعلي الاسعار بتعلى عليك انت في حاجات تانيه. ده قد يستتبعه تعاون بين الاهلي وانبي؟ مع كل الانديه. مع كل الانديه. مع كل الانديه. في مجال الشراء والبيع اللي يديني حديله. في مجال البيع بس اهلا وسهلا، اللي يديني عرض في اي لعيب. فاهمني؟ يعني انت ساعات عشان نوضح الفرق، هيقول لك انت بتلخبطنا ليه؟ انا عايز منك لعيب وانت عايز مني لعيب. طب نقيم الاثنين ازاي؟ لو قيمناهم صح هيتم كده. واللي له فرق ياخده. ايوه. طب ما اتفقتش انا معاك، انت غليت في لعيبك وانا يعني شايف ان لعيبي ما ينفعش تقيمه اقل من كده. خلاص انا مش هاخد منك حاجه، مش عايز منك حاجه. عايز تشتري مني حد اتفضل اتكلم معايا، ومفيش اي قيود على اي حد طالما انا هيديني السعر اللي انا عايزه سواء في العارة او في البيع. والدنيا هتمشي كده باذن الله، والتعاون مع كل الانديه، واحترامنا لكل الانديه، وليس هناك ظل من حقيقه ان هناك ازمه بيننا وبين المقاصه التي يريد ان البعض يرشوا الملح على الجرح. لكن في حقوق نقعد نتكلم فيها، وببساطه شديده جدا اللي له حق ياخده. ايضا نفس الشيء بيننا وبين سموحه، والله ما حدش هيفرض عليه اشتري اللي انا مش هقدر عليه، لكن اللي عايز ياخد مني برضه هنتكلم وهنوصل الى ارقام مناسبه. وفي الاخر اتوقع لو الزمالك أراد أن يتعاون في هذا الأمر، علي لطفي بالفانيلا الحمراء، لو الزمالك أراد أن يتعاون مع هذا الأمر نستطيع فعلا أن احنا لا ننافس بعض في الصفقات، وفي نفس الوقت ننزل الأسعار.
لو الزمالك اراد التعاون. يعني الزمالك لو بعت لك طلب ضم مش ضروري ياخد مني لكن انا هو مفيش داعي نتخانق على لعيب يعني ومش كل لعيب هو يطلبه ابعت انا فاكس مش كل لعيب انا اطلبه حتى لو مش عايزه يبعت لي فاكس كده طيب. انا ممكن ما نفسكش في ده وانت ما تنافسنيش في ده وخلصنا. اذا انت من جانبك كمسؤول برضو على التعاقدات اذا ما تمتش كده الاهلي لن يزاحم الزمالك على صفقه مش لن لم لا لازم نتعاون برضو اذا تعاونت معايا انا عندي استعداد اتعاون معاك بس ما تقوليش 10 لعيبه بحيث تحتكر السوق وبعدين تقول لي انا عايز دول طب انا ما هعوز منهم ناس فحاجه اقول لك ايه طيب الاثنين ثلاثه دول مش هلعبك فيهم لا ما تلعبنيش فيهم وانا مش هلعبك في السبعه دول اذا نستطيع لو خطر الوضع الاقتصادي ده خطر اقتصاديات كره القدم تتعرض لخطوره بالغه اذا انت برضو كمسؤول للتعاقدات في النادي الاهلي ترى انه العمل المشترك مع الزمالك لصالح ضبط السوق ولصالح الناديين طبعا مش معقوله يعني ما هو مش معقوله ان احنا لا انا هاخد كل لعيبه السوق ولا انت هتاخد كل لعيبه السوق وعلى فكره تجد ان ايه بنتنافس في ثلاثه مثلا يعني في مركز واحد احتياجاتك غير احتياجاتك لا حتى لو احتياجاتي زي احتياجاتك ليه نفسك في ثلاث لعيبه طب ركز انت على ده وانا على ده في نفس المركز نتنافس عليهم الثلاثه ليه ركز انت في ده وانا هركز في ده بس لا انت هتضم الثلاثه ولا انا هاخد ولا انا هاخد الثلاثه بس هنرفع سعر الثلاثه انت فاهم قصدي هناك من الامور اللي نقدر نناقشها في الكواليس دون اعلان ما يظبط اداء السوق هيطلع بقى القيع يفتح ذراعيه للزمالك للسوق في السوق بفتح ذراعيه من اجل السيطره على انفلات غير طبيعي واسعار متضخمه تمثل تضخم مالي غير مبرر في اسعار لعيبه لعيبه غير دوليه بتوصل بال 20 بال 25 بال 15 مليون مش ممكن هذا غير حقيقي وغير منطقي الوكلاء والسماسره بيلعبوا دور في الاتحاد مؤكد هم اللي بيأججوا العمليه وفي نفس الوقت اديني بقول لهم على الهواء اللي هيشتغل معانا بما يرضي الله هنتعاون معاه يا اما اشطب يعني بما يرضي الله بما يرضي الله ما تروحش تلف من ورايا وتعلي سعر اللعيب عشان نسبتك تزيد مثلا ما تاخدش اسراري زي ما حصل يومين اللي فاتوا مثلا ابص الاقيني بكلم لعيب الاقي ناس مش منتبهه ليه دخلت في المنافسه عليه مثلا لان الوكيل بيروح حركهم. ما هو لما اكلمك ويكلمني هو ضمن كده ان هو سوق عمل سويقه ما هو هيديني هيديله خلق سوق لكن يقول لك انا لو ركزت على واحد بس يمكن يضيع مني إذا لعبت اللعبة دي إنساني. أضبط أدائك. مرة واحدة. إحنا الفرصة الذهبية للأهلي أن يدي محددات تضبط أداء السوق هي دلوقتي. أنا ببلبط في المية ومش في صحراء وطالب كوبات مية. تاني أنا ظروفي تسمح إن أنا أفرض أسلوب منطقي مش بضغط على حد. إنما عايز أشتغل بآليات تظبط اداء السوق وبطالب الجميع يتعاون معانا بما فيهم اللي عنده لعيب ما انت لما تبالغ او سعر لعيبك لا اما نخرج فاصل هفضل اكحلك كده لحد ما نخرج فاصل انت نفسك لما بيبقى معاك مبلغ زي ما انت مش شايف ان الاهلي معاه فلوس فبتحاول تاخدها منه لما بيبقى انت معاك فلوس من الاهلي او الزمالك اللي انت بتجيب منه هيحاول ياخدها منك طيب اذا المهندس عادل القيعي مدير التعاقدات في النادي الاهلي يفتح ذراعيه للزمالك ولكل الانديه المنافسه في سوق الانتقالات على ضروره العمل المنضبط المشترك على ضروره ان كل نادي يتحرك في الاتجاه اللي يحقق احتياجاته هو دون المضاربه ودون المزاحمه بين الانديه مع بعضها على صفقات ربما لا يحتاجها هذا النادي. ايضا يحذر كثيرا من تدخلات وكلاء اللاعبين والسماسره في اتجاه تأجيج السوق ورفع الاسعار بشكل يضر في النهاية بمصلحة الكرة المصرية ولا يحقق أهداف كل الأندية مجتمع خاصة الأندية الساعية للتدعيم. كابتن حسام البدري المدير الفني بينفي امتلاكه حساب على مواقع التواصل الاجتماعي. عارفين الفترة اللي فاتت كابتن حسام لاحظ أنه في حد عامل أكاونت باسمه حاطط صورته وكاتب اسمه وبيبدا يتخاطب ويرد على الناس ويناقش الناس ويتخانق مع ناس ويهاجم في ناس على انه حسام البدري. فالكابتن حسام بيقول انا ماليش حساب اصلا
على مواقع التواصل الاجتماعي وان انا جد جدا في ملاحظة. اكتشفت ان ليا سبع حسابات وانا ماليش ولا حساب. ليك سبعة؟ ماليش ولا حساب. ولا حساب. ايضا فيما يخص المبالغ وسوء الانتقالات المشتعل هذه الايام، الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الاهلي وعضو لجنه الكوره بينفي كل ما يتردد في وسائل الاعلام عن هذه المبالغ المتداوله بشان تسعير عقود لاعبي النادي الاهلي عند التجديد، وبيقول الكابتن زيزو انه الكلام على انه 18 مليون و20 مليون لهذا اللاعب او ذاك ده كلام غير صحيح بالمره وبعيد تماما عن الارقام الحقيقيه. وبيأكد المدير الرياضي للنادي الأهلي على تقديره لكل اللاعبين وأهمية دورهم المؤثر مع الفريق، وبيقول أنه من هذا المنطلق تسير الأمور الخاصة بمسألة تجديد العقود في إطار تحقيق مصلحة كل الأطراف سواء النادي أو اللاعب. يا باشمهندس شوف الكلام ده زي ما اتكلمنا على انتقالات اللاعبين عمليات التجديد. وزمان كنا بندي اللاعب عقده صافي. فجاءت ملاحظات أن لا، اللعيب لازم هو اللي يتحمل ضرايبه. فاصبح اللعيب بياخد المبلغ شامل، عشان كده حصل ارتفاع بعض الشيء في اسعار اللاعبين، لانه مش بياخد الرقم اللي بتتعاقد عليه منه. بيخصم منه الضرائب والمصروفات الاخرى بيخس له حوالي 20%. بس فعشان كده الارقام دي مش بتدفع في جيبه هو يعني. بيتخصم منها الضرايب. لكن مش معنى كده ان في الارقام الكبيره قوي دي. مفيش. طيب يعني مش صحيح اللي قايله المصري اليوم ان الاهلي بيعرض 12 مليون جنيه لتجديد عقد احمد فتحي لمده موسمين؟ لا انا ماليش، مش هقول لك الاسرار صحيح ولا مش صحيح. ما الكابتن عبد العزيز ما هو صرح اهو، ده عضو لجنه كوره. لكن وفي نفس الوقت ده مدير القطاع. الارقام الحقيقيه عندما يصرح مش هصرح انا. طيب لكن اللي جاي ممكن تصرح فيه ايه؟ سوبر كورة بيقول لك بعد نجاح تجربة وليد أزارو المغربي مع الأهلي، الأهلي مهتم بالتفاوض مع مدافع في نادي الرجاء المغربي بدر بانون، والكابتن سيد عبد الحفيظ أجرى اتصالات بحسب موقع سوبر كورة مع النادي المغربي للحصول على خدمات هذا المدافع. أنت من حقك تدرس، من حقك تقعد تدرس، تدرس اللي مش هيخلص في الشتاء يخلص في الصيف أو ما يخلصش خالص، لكن أنت ما تبعدش نفسك عن السوق بحيث أن أنت في أي وقت السوق تبقى مفتوحة في كل المراكز قدامك ما تضيعش وقت كتير، المركز اللي هتحتاجه هتشاور عليه. فهذا أي نوع من الدراسة أو الحوار ليس بالضرورة معناه أن صفقة ما سوف تتم. بس بالذات في ظل القيد. طيب لا هو الشتاء صعب لان انت خلاص بكى قاعد، والكابتن سيد قال كده. طلع وصرح يعني مفيش دلوقتي اجنبي، مفيش لاعب اجنبي جديد في الاهلي في الشتاء. انما مش هتبطل تدرس لفتره الصيف. اذا السؤال اللي مطروح لحضراتكم على السوشيال ميديا او على صفحه قناه الاهلي على الفيسبوك وعلى تويتر ايضا، ايه اللاعب اللي انتوا شايفين الاهلي محتاجه الفتره اللي جايه، وهل يتمكن الاهلي من تحقيق كل احتياجاته من صفقات في خلال الميركاتو الشتوي ولا لا؟ اسال ملك وكتابه عن كل ما تريد سؤاله عن الصفقات، عن حقائق الامور، عن تحركات اللاعبين من والى النادي الاهلي، وبنجيب لحضراتكم على اسئلتكم تباعا. لكن السؤال اللي شغل الناس امبارح والنهارده احمد العش، حوار له مقاومة. انا لسه بقول لك ايه، حدثت بعض الاخطاء الاعلاميه في طريقه التعامل مع الاعلام في الصفقات. فتم اتخاذ قرار حاسم بتوحيد من هو المسؤول عن اعلان اي شيء. جهه، شخص واحد، شخص واحد. لان ما انت لما بيتكلم أكتر من مسؤول مع اللاعب نفسه، قد يكون اللاعب هو اللي بيعلن، قد يكون وكيله، قد يكون النادي اللي أنت بتكلمه، قد يكون الشخص اللي أنت بتكلمه اعتقد أن الأمر قد انتهى. لكن أنت عندك آلية، جهاز بيختار، بيجس نبض اللاعب، بيعمل لجنة كورة، بيتحدد الفلوس، بيتم تكليف مدير التعاقدات، بيتحرك مدير التعاقدات، وعندما تنجح الأمور دي كلها يتم الإعلان. حدث نوع من استباق الاحداث بعض الشيء على اعتبار انها كانت الصفقه الاقرب.
وهو خطأ لن يتكرر. خطأ إجرائي في التفاوض بشأن، مش في التفاوض، في إعلان، في التعامل الإعلاني. أما أحمد العيش مؤكد أنه هو طبعا مش سعيد لأنه شعر أنه قد اقترب من الأهلي، لكن في نفس الوقت ما يقدرش يقول أن الأهلي ورطني وخلاني أتنازل أو بعني. هو كلمني وأنا قلت له ما تتنازلش عن حاجة مهما كان الشخص اللي قال لك، غير لما أنا كمسؤول أو كابتن عبد العزيز يكلمك واحد مننا احنا الاثنين، معناه ان خلاص لجنه الكره اجتمعت والجهاز الفني اجتمع معاهم ودخلنا في اجراءات التنفيذ. انما تقول اصل فلان كلم رئيس النادي، اصل علان مش عارف ايه، اصل قال لي جهز يا عم ورقك، اصل بتاعه عندك استعداد تعمل ايه وما عندكش ايه، مش معناها انك انت تشرع. واكدت عليه مره واثنين وثلاثه، حتى ما كلم لي بعد كده قلت له انا قلت لك ايه؟ قال لي بس فلان قال لي. قلت له انا قلت لك ايه؟ لما انت قلت لي فلان قال لي اتنازل انا قلت لك ايه؟ فسكت. لكن في كل الاحوال هو لن يضار، لان برضه زي ما احنا حريصين على ان احنا نتعاقد مع اي لعيب، حريصين على انه ما يضيعش حقه، وهناك أيوة. وعد انه هو مش هيتظلم. ده سؤال مهم. العش لن يظلم، لن يظلم، وحصل حوار فعلا بشكل مسؤولين كبار ووعدوا ان هم اذا لم ينتقل العش للاهلي لو الاهلي ما ضمش العش مستحقاته مضمونه عند النادي بتاعه وادي دجله. ده سؤال، دي نقطه مهمه جدا، لانه الحياه مساله وانا قلت له هذا الكلام. ده كلام مهم جدا. طيب الجمهوريه تتحدث عن صلاح محسن مهاجم انبي، وانه محسن ب 13 مليون جنيه. بس خلي بالك برضو انا مش عاجبني العنوان، لا الاهلي باعه ولا دجله ضحك عليه، لان في النهايه الوضع زي ما هو. بس انت على العش. اتكلمنا، حصل كلام، وهو كلام كان حصل ليه؟ هل بنسبه كبيره نجيب بقى حد من ولادنا يأمننا في الفتره دي، طالما ان احنا مش هنلحق نجيب مدافع يعني واضح المعالم قوي يستحق مبالغ كبيره تدفع فيه؟ فكان احد التفكيرات المهمه ايوه نجيبوا حد من ولادنا. مين من ولادنا؟ هم كانوا اثنين او ثلاثه موجودين. قالوا طيب العش قرب، حصل الحوار ده. طيب الجمهوريه بيقول لك الاهلي فك الكيس وصلاح محسن ب 13. ابعد عن اي ارقام تكتب، ابعد عن، حتى لو كان انبي يتحدث عن انه صلاح محسن ب 2 مليون يورو ماليش دعوه، انبي يقول اللي هو عايزه. بس خلي بالك صلاح محسن مشروع لاعب جيد. لكن المقارنه مره واحده بينه وبين محمد صلاح، محمد صلاح ما طلعش بالارقام دي. ناسيه ليه؟ بدايه محمد صلاح كانت ايه؟ وإذا كان محمد صلاح راح بازل، الأهلي لا يقل عن بازل المزاج. فبرضه انتقال أي لعيب إلى الأهلي بنفس الشروط ونفس المواصفات بيضمن حق النادي الأصلي، لأن كل فلوس المقاولين جت في الانتقالات التالية، ما جاتش من الانتقال الأول. الأول بسيط، واخد بالك؟ فالأهلي يستطيع أن يحل محل أي نادي أوروبي، يستطيع أن يحل محل. خد نسبتك الحلوة ونتكلم في كلام معقول دلوقتي ونخوض التجربة معاك. وتسويقه جاي. خاصة انه صلاح محسن بيعلنها رغبات اللعب للاهلي وافضله على اوروبا، يعني هو عاقل بقى هنا. لانه طبعا شاعر ان، وهو ده اللي هو فاهمه. ما هو انت لو اتنقل لتشيلسي مرة واحدة كان انتهى. كانت اتحكمت على تجربته بالفشل مرة واحدة. لكن هو استوى في بازل وبعدين راح تشيلسي، ففوجئ ان هي لا البدري على الخطوه دي، رجع فيورنتينا، بعدين اتنقل لخطوه اكبر روما، من روما الى ليفربول، النهارده نضج احسن لاعب في افريقيا، ينافس على هداف الدوري الانجليزي، تتهافت عليه الانديه. انك تستوي على مهلك، ما انت ممكن تقطع الثمره وهي على الشجره. بالمناسبة ده كان رأي مارتن يول في رمضان صبحي، في رمضان صبحي ليته استمع إلى النصيحة، قال لك نوت ناو، يعني هو يروح أوروبا بس مش السنة دي. هو عارف مارتن يول مواصفات اللعب أوروبا إيه، قال لك عايز يندق سنة هنا. موهبة عالية جدا، مهاريا ما لا يقارن بأي أحد آخر. ولكن خد الصدمة بدري. طيب الأهرام بيشير لل عوائد الاهلي بقى من بيع لاعبين لانجلترا، سواء احمد حجازي لويست بروميتش ب 4 مليون يورو، او متاخرات الاهلي
عند ستوك سيتي من بيع رمضان صبحي وبيحسبها ب 87 مليون جنيه للاهلي من بلاد الضباب لندن، بعد ما الاهلي حل مشكله الحساب الخاص بالتحويل عليه على خلفيه ازمه الاهلي مع الاي ار تي ومستحقاته او مستحقات الشركه في حكم اداره القناه. طيب الخبر ده مهم جدا. بيقول لك ويس بروميتش خلاص قال ان هو هيفعل العقد وهيبعت الفلوس للاهلي. مش انت فهمت من الخبر كده؟ يبقى قصه ان في حجز وفاء لدين بين شركه والنادي الاهلي لا علاقه لها بعقود اللاعبين. انت واخد مني لعيب عشان يلعب لك. دي جزئيه ستوك سيتي بتاعت رمضان صبحي. انما الاهلي ويست بروميتش ده انا شايف ان ستوك سيتي بيتلكك. مش من حقه. ولا كل واحد يقدر يرفع يشتري منك ويخلي حد يرفع قضيه ويستنى ويحجز لك الفلوس. علي لطفي بيبدي سعادته الكبيره في الانتقال للنادي الاهلي، وزي ما اشار المهندس عادل القيعي انه الصفقه كانت فيها قدر كبير من التوفيق والسلاسه بين كل الاطراف الثلاثه ايضا. بنشكر اداره انبي بالتاكيد يعني انها راعت مجموعه من المعايير في هذا الامر. علاقه طيبه مع النادي الاهلي، اليات السوق وعقلانياته، مصلحه اللعب ومصلحه النادي ايضا، نادي انبي. علي لطفي بقى في تصريحات صحفيه بيبدي سعادته الكبيره بالانضمام للاهلي، بيقول ان انا استشرت والدي والكابتن خالد خليل مدرب حراس المرمى السابق في انبي، وايضا الكابتن احمد ناجي قبل التوقيع للاهلي، والكل نصحني بالاهلي، والكابتن علاء عبد الصادق ساعدني كتير جدا في انهاء هذه المفاوضات. لم تكن لي اي مطالب ماليه على الاطلاق يكفيني اللعب للنادي الاهلي، بل انني تنازلت عن كثير من مستحقات اكثر الانديه حصولا على البطولات. بيعتبر الكابتن ثابت البطل عليه رحمه الله مثله الاعلى، وبيقول انا دائم المتابعه للمباريات القديمه والحاليه للاستفاده من حراس المرمى الكبار التاريخيين. كلام موزون جدا، ولما اختار شخصية نموذج برضو صحية. منضبط، نموذج كان بيسهل لك اداء حارس المرمى، تشعر حراس المرمى ده شيء سهل. بيقول برضو ان انا مش خايف من الدكه ومش قلقان من الدكه، فكره ان انا اقعد احتياطي او العب دي مساله لا تشغلني، المهم ان انا اكون في افضل حاله عشان لما العب اكون عند قدر المسؤوليه. هذا هو الكلام بتاع الاحتراف. طيب معايير الانتماء والاخلاص والرغبه، السمات الشخصيه اللي عند اللاعب، انت كمسؤول عن التعاقدات ومسؤول تاريخي الحقيقه في المنطقه دي، ازاي بتقدر تتاكد منها؟ لانه الناس عارف انه مش اي لاعب يجي النادي. من بعض التصرفات اثناء التفاوض. بعض التصرفات. انك انت تشوف اللاعب مش واخدك كافضل صفقه. انما هو واخدك كافضل مستقبل. وافضل مناخ. وتشعر برغبته العارمه مهما كانت التضحيات انه يجي لك، لاعب مش متاكد انه هيكون اللاعب الاساسي. يعني بتتعمد تعمل له مجسات؟ اختبار. امال ايه؟ بتعملها له؟ امال ايه؟ ايه بقى؟ امال ايه؟ من غير ما نغشش اللي جاي. لا 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 إيه؟ انا في لعيبه كتيره اقول له لو انت بتبحث على اكبر عقد ما تجيش، مش هتلاقيه عندي. انت لو معروض عليك 10 هديك 8 بس. في الاخر هتاخد 15 وهتاخده. اجمالي دخلك هيكون عندي احسن بالبطولات. يعني ومن التزامك ومن المشاركات ونجاحاتك ومن تصنيفك ومن لائحه سخيه ومن التزام كامل من قبل النادي بمستحقاتك اللي تاخدها بكرامه. انت معاك كارتك بتروح تحطه وتلاقي فلوسك في البنك. ايه اكتر من كده؟ احتراف هايل في الحته دي. وده اللي خلى في وقت الازمه من 2011 ل 2014 اللعيبه تحملت النادي الاهلي. عارفين اللي عنده ما بيضيعش. صحيح. اللعيب كان بيبقى ساب النادي يكلموه ليك مستحقات قبل ما تمشي، تعالى خدها من الخزنه. في حد بيعمل كده؟ حسام وابراهيم بعد ما مشوا من الاهلي وكان مكافاه الدوري راحت لهم البيت. مش بس هم، كل لعيب ساب النادي الاهلي خد حقه. دي مساله السمعه برضو طيبه. برضه على ذكر حراسه المرمى، شريف اكرامي بياكد سعادته بتجديد عقده وجديته في ان شاء الله تعالى يواصل مسيرته مع الاهلي ويكون حارس مرمى مصر في كاس العالم باذن الله. عنده تحدي.
وهو لعيب ذكي هيدخل نفسه في تجارب كتيره وصراعات. لا ركز، ما فقدت استطيع تعويضه، انا اثق في نفسي، انا اثق في امكانياتي، جهاز المنتخب يثق فيا، يبقى دوري ايه؟ انا اللي بفرض نفسي. بس الدكتور عمرو ابو المجد مدير قطاع الناشئين في النادي بيقول انه فريقي 2000 و2002 هيشاركوا في دوري القطاعات في الجزء الثاني من الموسم الحالي. وقال الدكتور عمرو انه الفريقين انتقل الى دوري القطاعات بعد ما احتل كل منهما المركز الاول في مجموعته في بطولة القاهرة خلال الجزء الأول من الموسم. وأشار الدكتور عمرو إلى أن مستوى الناشئين في النادي الأهلي خلال بطولة القاهرة كان مطمئنا، مشيرا إلى وجود بعض اللاعبين المميزين من أجهزة وأجهزة فنية جيدة تقدر تحقق نتائج جيدة بإذن الله في بطولة الجمهورية. بكرة الجمعة إن شاء الله الأهلي بيستضيف حملة الهلال الأحمر لنشر الوعي المجتمعي. في خبر سقط مننا. إيه بقى؟ اتفضل. في مباراة دي مواليد 97 بس في مباراة ودية بدون تفاصيل مع فاقوس. تمام، بس دي يوم الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله الحملة المهمة جدا، حملة الهلال الاحمر اللي بيستضيفها النادي بكرة لنشر الوعي المجتمعي في مجالات الاسعافات الاولية والوقاية من الامراض والسلوكيات الصحية، بالاضافة الى تشجيع التطوع والتبرع بالدم، وذلك في مقر النادي في الجزيرة. والحملة هتستمر لغاية يوم السبت إن شاء الله. الهلال الأحمر اختارت النادي الأهلي عشان تصل برسالتها الإنسانية والتطوعية من خلاله إلى أكبر عدد من الجماهير. والحملة بتشمل عرض لأنشطة الهلال الأحمر من خلال زي ما قلت لكم فريق الإسعافات الأولية وفريق تنمية الوعي الصحي والسلوك يا باشمهندس. ده متكرر، يكاد كل سنه بنعمل هذا الكلام. وده دور النادي الاهلي، واحنا قلنا ان الاهلي له دور مجتمعي يعني مهم. صحيح. فريق ناشئات الكره الطايره تحت 18 سنه في النادي الاهلي بقياده الكابتن احمد عبد الفتاح المدير الفني هيواجه فريق الفتيات الكويتي وديا بكره الجمعه ان شاء الله الساعه 5 في صالة الشهداء في مقر النادي بالجزيرة. والكابتن حمد الصافي المدير الفني لجهاز الكرة الطائرة قال انه من المفروض انه فريق الانسات هيخوض بعض المباريات، لكن تم الاعتذار عنها لارتباط اللاعبات في الفترة الحالية ببطولة او المباراة النهائية لبطولة الدوري. واضاف حمد الصافي انه فريق 18 بيدعم الفريق الاول باربع لاعبات. بالعكس 18 سيدعم باربع لاعبات من الفريق الاول. مش هو هيدعم الفريق الاول عشان يلعب الماتشات دي، بس هم من لعيبه 18 وبيلعبوا يلعبوا فوق. لا يا ابراهيم. واضاف ان فريق 18 سيدعم باربع لاعبات من الفريق الاول من خارج قائمه مباراه الشمس عشان يلعب الماتشات اللي كان المفروض يلعبها قبل كده. بينما الفريق الفريق كان مطلوب ان يلعب الفريق الاول لكره اليد الكره الطائره في النادي الاهلي عنده ماتش مهم حاسم، فهيستبدل الفريق الاول ب 18 سنه مدعوم باربع لاعبات من الفريق الاول. تمام. وفريق كره السله للانسات بقياده الكابتن ايهاب الالفي ايضا هيلعب الجمعه مع الطيران في دور 16 لكاس مصر، بينما فريق انسات الاهلي بيفقد ثلاث لاعبات في مباراته القادمه، حيث تغيب دينا عمرو كابتن الفريق الاول لكره السله عن هذه المباراه القادمه امام الطيران في دور ال 16 للكاس اللي هتقام الجمعه، بعد ما تعرضت دينا للاصابه في التدريبات الاخيره. ويفتقد الفريق ايضا في مباراه الطيران جهود سهيله هشام وساره مغربي لعدم اكتمال الشفاء، ويسعى الجهاز الفني لعودة سهيلة وسارة للتدريبات الجماعية في الفترة اللي جاية إن شاء الله. فريق الكرة الطايرة للرجال بقى بالنادي الأهلي توجه للإسكندرية. بمناسبة صالة الشهداء أنا النهاردة الصبح كنت في النادي لقيتهم بيوضبوا النصب التذكاري بتاع الشهداء بيجهزوه بحيث يبقى شكله لائق إذا كان محتاج ترميم إذا كان محتاج أي حاجة، وبيتنظف عشان يستعدوا للاحتفال بذكرى شهداء الاهلي. الفريق الاول لكره اليد للرجال في النادي بيواصل تدريباته واداء مبارياته الوديه في الاسكندريه
لاستعدادا لاستئناف مسابقه الدوري، بينما رجال الكره الطايره الفريق الاول سافر زي ما قلت لكم للاسكندريه النهارده عشان يلعب مباراتي امام نادي 6 اكتوبر ونادي الاتحاد السكندري في ضمن منافسات بطوله الدوري. الفريق خاض مرانه الاخير قبل ما يسافر ويلتقي مع نادي 6 اكتوبر الساعه 4 بعد ظهر الجمعه، ثم يواجه الاتحاد في السادسة مساء السبت إن شاء الله. نجح الأهلي في الفوز على الطيران وسبورتنج في الأيام الماضية قبل أن يستعد للسفر إلى الإسكندرية. طبعا معروف أن النادي الأهلي فيه 6 عناصر بتلعب في بطولة الأمم الإفريقية مع المنتخب الأول في كرة اليد، لكن أنا ملاحظ أن فيه تحسن في مستوى كرة السلة الموسم ده. وده ماشي مع سياق الاهتمام بالالعاب الجماعيه وفكره ان هنسعى الى ان تتصدر العابنا الجماعيه في كل الالعاب، تبقى اقوى الفرق باذن الله ان شاء الله. يعني هو حتى لما يقول لك فاز الفريق الاول لكره السله على طيران سبورتنج، دي مش الفريق اللي تقدر تكسبه بسهوله. الاهلي بيرصد مكافاه ماليه للشباب لاختيار افضل تصميم لتطوير المنشات. انتوا عارفين انه في بدايه اجتماعات مجلس الاداره الجديد برئاسه الكابتن محمود الخطيب وضمن برنامج عائله الاهلي كان مطروح تطوير مقرات النادي سواء الاسوار او المباني، وكلف مجلس الاداره المهندس محمد سراج عضو المجلس عن الشباب علشان يدير هذه المساله ويطرح مسابقه ما بين الشباب للوصول الى افضل تصميم لتطوير المنشآت. ده خبر قديم جديد. قديم انه اتخذ كمبدا. انما بيفعل دلوقتي، جديد انه يفعل الان. يتلقى بقى يبتدي يتلقى، وحاطط هو نموذج وحاطط 7 بنود كده لو سمحت اقراها لنا، وتتحط على الشاشه برضه عشان الناس تشوفها. يعني دي المفروض يخص الشباب بتاع النادي، اللي عايز يشارك من الشباب الموهوب في عمليات التصميم بيذكر الاسم ورقم الهاتف، وإذا كان المتقدمين للمسابقة مجموعة لا يزيد عدد الأشخاص عن 5، اسم الجامعة اللي منتمين ليها، صورة من عضوية النادي وإرسال المناظير واللقطات التصويرية، والأخذ في الاعتبار مقاييس الرسم الهندسي وإرسال التصميم الخاص بالمتقدم على الإيميل اللي بتحدده هذه اللجنة المختصة. واستقبال الاستفسارات يبدأ من 28 يناير الجاري، واستقبال التصميمات والبيانات من 12 فبراير القادم حتى الأول من مارس إن شاء الله. إن شاء الله. ودي حاجة جميلة. تبتدي تكتشف المواهب من أبناء النادي الأهلي في كل مجال، تبتدي تربط شبابك في الأهلي بواقع ناديهم واهتمامهم بناديهم، ونشيلوا يبقى ناديهم في محل اهتمام وفي ضميرهم وفي عقلهم وفي مجال ابداعهم. كل ده مطلوب حتى انك تكتشف القيادات المستقبليه في كل مجال. ايه عندك عايز تقوله تاني؟ انا ذاك ما انت عندك رئيس منظمه مكافحه المنشطات للجمهوريه بيقول حاله حشيش واحده في الرياضه المصريه حتى الان، محشش واحد فقط في الرياضة المصرية. بيقول إن المنشطات الجنسية ليست محظورة وهناك استثناءات بالجملة في الدوري. يعني ده كلام كان يعني للدكتور. لا ده شرحت. كان كلام مهم للدكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي لمنظمة مكافحة المنشطات بقى. تحدث عن هذه الظروف، ثم تحدث عن هل هناك من يتناول عقاقير محظوره في الدوري؟ قال لك بالطبع هناك العديد من لاعبي الدوري الممتاز يتعاطون عقاقير محظوره كعلاج وبموافقه منا، ولكن لا استطيع ان اذكر اسماء ولا يوجد في الاهلي او الزمالك. يعني عايز يقول هو يعني حته الاستثناءات، مش معنى الاستثناءات هي دي رخصه طبيه او اذن طبي. لو اي لاعب بياخد علاج فيه نسبه من المنشط، زي ما كان محمد بركات وحازم امام، الاثنين حازم امام الكبير، الاثنين كان عندهم ادويه علاجيه كانوا واخدين بيها تصريح من المنظمه الدوليه، بحيث بيثبت ده من خلال الطبيب انه محتاج ده مثلا لعلاج الغده الدرقيه او محتاج للغده النكافيه او لاي علاج بامر طبيب. فبالتالي ده المقصود بحته انه في استثناءات في هذا المجال. بس هو قال ايه؟ ولا يوجد في الاهلي والزمالك بينها من الاهلي والزمالك.
تعليق ذكي. لا علشان ما يصيرش جدل. ما هو قال لك عشان ممكن يقول لك قولوا لي. انما قال لك اللي موجودين حاليا مش في الاهلي والزمالك. قال لك طب ايه عن المخدرات؟ قال لك كانت هناك حاله غريبه حيث ضبطنا لاعبا في لعبه فرديه من سنه لن اذكر اسمه، كان يدخن الحشيش وتم ايقافه سنتين، قضى سنه حتى الان، وهي الحاله الوحيده المرتبطه بالمخدرات او الحشيش. ده الدكتور اسامه غنيم. زي النهارده بقى ولكن في 25 يناير 1959 الاهلي حقق ثاني اعلى فوز في تاريخه في الدوري، كان فاز 7-0 على الترام. سجل الاهداف برغوس وشوكت في مرماهم لاعبي الترام، وسجل الشربيني هدفين وتوتو هدفين والكابتن الجوهري هدف. الفوز بالسبعة كان للمرة الثانية بعد مرة أخرى كانت هذه المرة على سكة الحديد أيضا 7-0، مع فوز 7-2 على الترسانة، 7-3 على اتحاد الشرطة، أعلى فوز للأهلي عموما في مسابقة الدوري زي ما حضراتكم فاكرين كان 8-0 على الإسماعيلي. ده كان في موسم 57-58، ربما فال وعليه الكمال قبل لقاء الأهلي. كان الكابتن صالح أحرز مع الإسماعيلي 7 أهداف. ورفض ان يتصدي لضربه جزاء كانت ممكن ترفع غلته، وضاع ضربه الجزاء دي. لكن انا عايز اقول حاجه. الشربيني بدا جناح ايمن. ايوه. وكون ثنائيا مع الجوهري. أيوه. وكان هدافا. ايوه. فاذ به يعود ليصبح واحد من افضل الليبروهات اللي لعبوا في تاريخ مصر. يعني شوف، من هداف سار على منواله بعد كده هاني مصطفى ومحمدين رحمه الله عليه. طيب دي نهايه هذه الجوله الاخباريه، لكن الفنان الشعبي حجازي متقال اللي بيسير على درب والده في الغناء الشعبي بيهدي اغنيه لجماهير الاهلي بنحبك يا اهلي. هنسمع أغنية حجازي متقال ونطلع لفاصل، بعده منه نشوف نوة الكرم حمراء ازاي. طيب يمكن الفيديو بتاع الأغنية هيتظبط على ما نرجع لحضراتكم تاني، لكن يا باشمهندس نوة الكرم الحمراء انبسطت من الأداء؟ في حدود الظرف الجوي ما تتوقعش أداء مبدع قوي. لكن أنت لما احتجت إن أنت تحسم واتزنقت حسمت. وده اللي عاجبني في فرقة الأهلي دلوقتي. إنها تتأخر فتعوض. بالعكس بقى، الفترات اللي ضيعنا فيها اهداف كنا احنا السباقين بالتهديف. ويبدو الاهلي برضو قد تعود انه يلعب تحت ضغط يعني. طيب النهارده انتهت بقى مباريات الاسبوع ال20. فاز مصر المقصه على الانتاج الحربي 3-1، ودي نفس النتيجه اللي فاز بيها الاهلي على الرجاء 3-1، يعني النهارده يوم ال3-1. بس هذا الاسبوع نعرف الاجوان بس يا ابراهيم. هذا الاسبوع شاهد، طب هنعرف لك مين الاجوان مين؟ المقصه؟ المقصه نعرف، مش في سباق للهدافين. طيب هنشوف لك مين اللي جاب الاهداف دلوقتي. الاتحاد مع المقاولين 1-1، الاسماعيلي والاسيوطي 1-1، سموحه كان فاز على النصر 2-0، وادي دجله تعادل مع طنطا 0-0، بتروجيت كان كسب انبي 1-0، طلائع الجيش خسر من الداخليه 2-0، الزمالك خسر من المصري 1-0، الاهلي فاز على الرجاء 3-1، وهي نفس نتيجه مصر المقصه على الانتاج الحربي. هداف الدوري بقى جون انتوي 12 هدف، عمر السعيد 11 هدف، وليد ازار واحمد جمعه لكل منهما 10 اهداف، حسين الشحات وكالدرون ولكل 9 اهداف. مين بيقول لك؟ احمد عبد الظاهر وايريك تراوري وفادي نجاح جاب في نفسه جول. فادي نجاح عاد ناشئ الاهلي المعارين. طيب كالدرون 9 اهداف، واحمد علي وعبد الله السعيد 8 اهداف. حجازي متقال بنحبك يا اهلي، وفاصل وبعد منه نشوف نوة الكرم حمراء.
بحبك يا اهلي بحبك يا اهلي بحبك يا اهلي بحبك يا فرج على حلاوة حلاوة لعبتنا نجاوة نجاوة انا بص على الحلاوة حلاوة لعبتنا نجاوة نجاوة تعال دوق يا حلو مية تعال دخل لك صندوق فرج على حلاوة حلاوة بلدي ونجاوة نجاوة انا بص على الحلاوة حلاوة لعبتنا نجاوة نجاوة تعال دوق يا حلو مية تعال دخل لك صندوق. جدا ان اطمئن الى قدرة اسلام محارب انه يعوض هذا الغياب تكتيكيا. والحقيقه الاشاده بتاعت الاستاذ نجيب استاذ حسن السكاوي حسن السكاوي هي اشاده في محلها ومطمئنه. طيب راي الاستاذ حسن السكاوي في الاخر قال لك المباراه كانت سهله قوي. ما هو مين اللي بيخليها سهله؟ ما انت ممكن قدامك تتعارب. ما هو تقدم عليك. لو لم تكن انت عندك هذه الحاله وهذه الشخصيه انك ترجع بسرعه انك انت بتستطيع انك انت تخلخل الدفاعات وترهقهم وتغلطهم. فانما هي كانت سهله من هذا المنظور. خلي بالك 73 ل 62 ل 73 ل 62 ل 73 ل 23 لحاجه و70 نسبة الاستحواذ. طبعا توضح الماتش كان ماشي ازاي. حتى الجون المفاجئ اللي جه فينا وهنشوفه دلوقتي لا يعبر عن سير المباراة اطلاقا، لكن يعبر عن المفاجآت التي تحتملها كرة القدم. ان لو توقفت النتيجة عند هذا الحد كان هيبقى يعني هزيمة ظالمة او تعادل ظالم للأهلي. نشوف خالد بيبو اللي بينضج جدا جدا مع تقدم الوقت. طبعا يعني فرقه الرجاء طبعا الشوط الثاني صعبه جدا بتقابل النادي الاهلي، يعني واحنا كنا عارفين ومتوقعين ان النادي الاهلي هينزل بشكل ثاني وهينزل عايز يكسب مباراه. بالنسبه له في الاخر هي ثلاث نقاط، الرجاء اي حد خصم بالنسبه له عايز يوسع الفرق بينه وبين الاسماعيلي، فكان هينزل بالشكل ده. واحنا متعودين وعارفين ان النادي الاهلي يقدر ان هو يرجع للمباراه بشكل كويس، و ان هو ما غيرش نظامه، زق بس اسلام محارب مكان هشام محمد، زود الناحيه الهجوميه وغير طريقه اللعب، بقى عندك الزياده الهجوميه، دخل شويه بقى النهارده ما شفناش الاطراف شغاله بالشكل اللي احنا عارفينه. اجاي على طول الوقت بيلعب في راس حره من جوه الملعب، وليد بيلعب من جوه الملعب طول الملعب طول الوقت، وسايبين الطرف اليمين كله لباسم اللي انا النهارده بديله ان هو نجم المباراه، وسعيد جدا بيه ومبسوط جدا باداء النهارده وسعيد جدا بالهدف اللي هو جابه. وانا عارف ان انت كمان معايا سعيد معايا باداء باسم. بص عبد الله كمان لعيب محترم، يعني بص كابتن لعيب محترم، لعيب كوره يقدر ان هو يوصل اللعيبه في اي وقت، بيقدر يتحرك وبعدين بيلعب بمزاج عالي قوي اليومين دول. لما رجع ورا ميزان في الباص خد المساحات اللي هو اشتغل فيها وبعيد عن الزحمه، فاشتغل بشكل كويس. والتغييره بتاعت صالح جمعه انا كنت بقول للاستاذ حسن، لان ذاكرتي مع كابتن حسام بدري وصالح كل ما بيبقى صالح قريب هو بيحطه على طول، يعني بيجي بعيد جدا بيبقى دايما حاطه، ما فيش مره حاطه احتياطي وما لعبهوش. طيب نلاحظ الرجاء بالفانيلا البيضاء الركنيات 6-1، دي بس مجرد كام ملحوظه، الركنيات 6-1. طب و24 عرضيه وقال لك ما فيش عرضيه؟ لا انا بس بتكلم على 6-1. طيب ماشي يا سيدي، بس ملهاش مناسبه يعني. ماشي حلو برضه انك تذكرنا، يعني احنا في شهر واحد. ايوه طيب، بمناسبه برضه 6-1 نشوف الكابتن فاروق جعفر على دي ام سي. ما بدأش للأهلي الشوط الثاني يا كابتن فاروق، أثبت إن هي المباراة سهلة من الأول، ولكن مش عايز أقول دلع، ولكن زي ما الأستاذ حسن قال إن المسألة إن المكسب جاي فكان في تراخي شوية من اللعيبة الشوط الأول. ده إحساس اللعيبة مش إحساس نحن، يعني في الملعب. ما إحنا برضك هنتكلم على عناصر النادي الأهلي تفوق فيها. طبعًا أول حاجة العنصر بدني النادي الأهلي بدنيًا أقوى، فنيًا النادي الأهلي أقوى،
خبرات النادي الاهلي اقوى، معنوية النادي الاهلي اقوى. الفريق الرجاء الشوط الثاني كان قليل الحيله مع النادي الاهلي، يعني مش عارف يعمل حاجه مع النادي الاهلي، مش عارف يبدا هجمه، مش عارف يروح لمرمى النادي الاهلي. زي بالظبط كده يعني فرقه بتلعب في الجامعه وفرقه بتلعب في ابتدائي. فالفرق النهارده كبير جدا في الاداء الفني، في التنظيم، في شكل الفرقه. النهارده النادي الاهلي ما كانش عنده مشكله، يعني بين الشوطين كنت بقول يا الرجاء اما جاب الهدف ده فتح على نفسه مشكله، يعني فتح على نفسه مشكله ان هو مش هيعرف يحافظ على الهدف. والفرق الكبيره دايما هي اللي تعرف تحافظ على الهدف او تعززه. النادي الاهلي هو اصطدم بالنادي الاهلي، فاصطدم بالنادي الاهلي جاب فيه هدف، هو دفع الثمن بقى الهدف ده. عارف لو الهدف ده متاخر كان ممكن، لكن جاب الهدف بدري فالنادي الاهلي نزل فريق ثاني الشوط الاول. يعني النادي الاهلي كان بيتدرب الشوط الاول الشوط الثاني، النادي الاهلي نزل يلعب المباراه الشوط الثاني. بشكل كبير جدا النادي الاهلي سيطر واستحوذ وبقى يروح وممكن كان ماتش الشوط الثاني ده مثلا خلص 6-7. انا عايز اقول برضك عبد الله السعيد لما رجع في نص الملعب وبعد عن الزحمه بقى عبد الله السعيد. كابتن فاروق جعفر عدد نقاط التفوق فشملت جميع العناصر. شملت جميع العناصر. اللياقه والسرعه والحاله الفنيه والمش عارف ايه كله. فخلاص منطقي. لكن الكابتن احمد حسن بيعيدنا الى قناعتنا. وهو يشيد باسلام محارب. كابتن احمد اذا كنا بنتكلم على دور عبد الله ودور وليد ودور مؤمن قبل ما يمشي، فبرضه لازم برضه يعني نتكلم على دور اسلام محارب الفتره الاخيره ما ابتدى يظهر في تشكيله النادي الاهلي. عامل فارق بصراحه، عامل شغل هجومي ومن الناس اللي ليها بصمه في الناحيه الهجوميه النادي الاهلي. بص اسلام طبعا دخل سريع مع النادي الاهلي، يعني تحس ان هو دخل في المجموعه بنفس الشكل بنفس طريقه الاداء، لان هو بيمتاز بخفه الحركه زي مؤمن وزي وليد وزي يمكن اجاي ما يعتبرش من اللعيبه اللي هي خفه الحركه. فتغيير مميزه، وانا في وقت في مباريات يعني ده مهم. التغيير مش عشان هشام زي ما قال الاستاذ حسن، مش عشان هشام محمد وحش، لا، هو عشان ان انا شايف ان فرقه الرجاء خلاص، يعني هي فرقه في الاخر هم بيلعبوا على كونتر اتاك انه يخطف هدف، فبالتالي انا ما عنديش خوف فان انا ازود عدد المهاجمين بتوعي ان شاء الله يبقوا 7-8، ما عنديش اي مشكله. عنده نزعه هجوميه يا كابتن على طول، رايح في سكه الجول، حتى تحركه حتى في الكوره ديت هو رايح في السكه اللي هو حاسس ان الكوره هتجيله. لا هو حتى لما كان في سموحه هو من اللعيبه اللي بتجيد ان هي تتمركز داخل منطقه الجزاء وبيجي من تحت بشكل جيد، وهو لعيب من اللعيبه المميزين. طيب باشمهندس، واضح انه الاستقرار على المساله كانت سهله، الفوارق كبيره جدا، خبره وكفاءه الافراد اعلى. هي سهولتها في الاجوان اللي جت، لكن الاجوان كلها اجوان مش سهله. كان ممكن تيجي وما تجيش. فالكلام كان هيتغير. لكن الجون الاولاني الثلاث اجوان احلى من بعض. تحرك ازارو والهدوء اللي حط بيه الكوره بيدل على انه داخل على مرحله انه بيشوف الجون وبعكس تحركه الجون وبيلعبها بسهوله وباقل مجهود. لكن انطلاقه وتحركه وانه دايما سابق المدافع بيخلي حاجه من الاثنين، يسيبه يعمل ضرب جزاء. فدي الميزه الهائله في ازارو، عمل لك ضرود. لكن الجون بتاع باسم جون رائع جدا، ده من تمريره طوليه فيرستاين في سقف الجون ببطن الرجل. بيذكرني الجون ده بجون جابه جمال عبد الحميد في الكابتن اكرامي. بس اقرب كان كابتن جمال ببطن رجله، كابتن اكرامي حط ايده فيها بس ايه خدت ايده داخل. فدي مهاره، يعني دي مهاره من الحركه وقرار. الثلاث اجوان فيهم قرار. قرر انه يلعبها كده وهي نازله، كان ممكن يروح مرقص او شاد بوش رجله لكن ببطن رجله، وده قرار. الجون بتاع اسلام محارب جماله في القرار. واحيانا مهاره اللاعب تكون في قدرته على اتخاذ القرار. يعني عايزين نشوف جون اسلام محارب عشان نشوف خده ازاي. تاني من فضلكم، شوف الكره اهي في مساحه فاضيه اتلعبت بالعرض، شوف خدها على صدره، هيأ لنفسه وقرار، هو واخد على صدره ومقرر يشوط بشماله. واللي عامل الاسيست اسلام محارب اسيست كويس، كره عرضيه. انما اسلام محارب هنا بيذكرك بالظبط بمؤمن زكريا. برضه عنده القرار.
ودي كانت ميزه مؤمن زكريا. لو استطاع اسلام محارب ان يؤدي الدور الدفاعي اللي كان بيؤديه مؤمن بنفس الالتزام والانضباط وبنفس الحيويه، انت مش هتحس ان فرقتك يعني عندها اي مشكله. باسم بيعجبني في حاجتين، ظهير عنده رشاقه عاليه جدا، أيوة. عنده سرعه هايله، ايوه، وفي التلت الهجومي خطورته بتبان، يعني المعاونه الهجوميه بتاعته من الظهراء المميزين جدا، يعني يمكن لو بنلعب 4 4 2 كانت هتبقى خطورته اعلى كمان، لكنه في النواحي الدفاعيه عشان هو عنده سرعه انطلاق. بالظبط، عنده سرعه انطلاق وعنده ولما قرار، ولما يكون جاهز عنده قرار كمان. ما هو بص، القرار ده دليل فوقان بدني، لانه ايوه الفوقان البدني. بص، في جون اسلام هو بالسرعه راح وكمل، فدا هو بالسرعه راح ووصل واستقبلها اهو يجري، في الحالتين الرشاقه والسرعه والقرار. ولذلك هو من اللعيبه اللي انا انبسطت انه يعني بدا ياخد فرص كمان، يعني ده يذكرني بقيمه محمد صلاح في القرار. هو لاعب عبقريته في القرار، ايوه، مش في المهارات الملفته للنظر. عنده مهاره السرعه ودقه التصويب، تنفيذ القرار، دقه تنفيذ القرار. يعني عايزه بالراحه يلعبها بالراحه، عايزه تشيب يلعبها تشيب. هذا هو لو اظهروا عنده دقه القرار هيبقى فرود مرعب على مستوى العالم. طيب، دقه القرار وسلامه القرار في نهايات السنه واحنا بنتكلم على احسن مدرب، قلت لكم انا مستغرب ان الناس ازاي مش مستقر ان حسام البدري احسن مدرب في مصر بدون اي مناقشات. ازاي مدرب واخد دوري واخد كاس ولعب فاينل افريقيا وعامل كل هذه العروض والمستويات، لماذا تسقط السوبر؟ انا كنت بتكلم على 2017، يعني كان الحساب على 2017، انت خد السوبر في السنه الجديده، انا بتكلم على موسم، لكنه ازاي ياخد كل هذه البطولات ويلعب فاينل افريقيا وما كانش موفق لاسباب كتيره هو خارج عنها، ومع هذا الناس بتجادل في مين احسن مدرب في مصر. لا، هو مباراه بعد اخرى الناس يعني لا، مش المفترض انه حسام البدري دلوقتي معرض سؤال هو احسن مدرب ولا مش احسن مدرب. بص يا استاذ ابراهيم، يعني مش فكره حتى هو مدرب كويس ولا وحش، احيانا بيحكمك انك انت الشخص اللي مش متوقع منه هذا النجاح في هذا المكان يبدو وكانه الافضل. واخد بالك؟ يعني الناس لما بتيجي تختار اختارت زيدان لانه اكتسح كل البطولات، طبيعي. السنه دي جراديولا لانه قدم اجمل كوره وبلا يعني في معيار، في معيار. اما مساله انه كتر خيره خد الفريق ده من ايده عمل له تطور كبير، كتر خيره، ما يبقاش افضل مدرب، لكن ما يبقاش البيست طبعا. بالتاكيد. طيب، لعل في رأي الأستاذ حسن المستكاوي والكابتن فاروق جعفر ما يرد للكابتن حسام البدري بعضا من حقه. أنا عايز أسألك يا كابتن. هو يعني أنا عجباني قوي حكاية إن عبد الله رجع، لأن هو فعلا الشوط الأولاني كان في 18 كتير وفي الستة أربع كتير في الزحمة. قرار إن عبد الله يرجع للمساحة دي قراره هو من نفسه؟ لا 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 لا، قرار مدرب يا كابتن، غير المدرب. ودي تحسب لحسام البدري، هنا بقى تحسب لحسام البدري برضه يعني طبعا. يعني حسام بيثبت كل شويه انه مدرب كويس. خلينا احنا متفقين واحنا في الاستوديو، هو صحيح يعني يعني دمه تقيل شويه ساعات يعني، لكن بيكسر ومش عارف ايه والحاجات دي. بص يا كابتن حسن، انما مدرب خد بالك هو دمه خفيف بره. لا بره انا عارف، مع الحكام والحاجات دي. هو مع الحكام بس حسام، انما مدرب محترف. مدرب، بتكلم على مدرب محترف صراحه. يعني صراحه ما تقول ما تقول حسام البدري يا كابتن حسن بيدرب النادي الاهلي يستاهل الحته دي بصراحة. يعني بتكلم في منتهى الوضوح. طبعاً يعني انا من ماتشين قلت حسام نجم المباراه، عشان كده انا كنت بسالك يا كابتن. شوارب مصر كل ما امسك المج، تعرف طول ما انا عامل كده ما اجيبش الكاميرا عليا، اول ما احط ايدي كده الاقي الكاميرا عليا. اصطادك يا عم بشر. طب اشرب براحتك. طيب،
الاشاده بالكابتن حسام البدري بالتاكيد يستحقها استاذ حسن والكابتن فاروق كان يستحقها، لكن احمد حسن بيسال ربما كابتن حسام البدري عن اتنين مش موجودين نشوف الصقر. ولكن خليني بس انا عندي نقطتين مهمين جدا. طبعا اتكلمت على التغيير اللي هي غيرت شكل اداء النادي الاهلي اللي اتكلم عليه استاذ حسن. بديل عبد الله السعيد استاذ حسن اتكلم، انا شايف ان بديل عبد الله السعيد هو احمد حمدي. ده لعيب من اللعيبه المميزين ولعيب اللي هو يجي منه في شكل كبير وطريقه ادائه تتناسب مع الشكل عبد الله السعيد. الجزء الثاني خالد بيبو اتكلم فيه اللي هو عارف ان صالح جمعه هينزل بشكل اساسي. انا هنا كان وجهه نظري ان احمد ياسر يعني ياخد فرصه. ليه؟ لان احمد دايما لما بنيجي يتحط في الماتشات الصعبه، حتى احنا جينا قبل كده كلنا اتكلمنا قلنا واحمد يلعب في الماتشات الصعبه الماتشات المضغوطه. طب ماتش زي ده النهارده والنتيجه 3-1 اعتقد ان كان ياخد مكان وليد ازارو حتى تديله معنويات تديله نفسيا بتهيئه. انا اعتقد ان كان ممكن احمد ياخد فرصه النهارده وياخد افضل في وقت مريح حتى كمان بالزبط. بدل ما هو مضغوط على طول. يعني الكابتن احمد حسن رايه او بيتساءل احمد حمدي واحمد ياسر ريان ربما ده انحياز لاحمد بقى. لا مش انحياز. وده اللي عايزين نفرق. هل دور المدرب ومسؤوليته في المقام الاول ان ياخذ بيد اللاعب حتى يساعده على التالق، ولا ان يعمل لصالح الفريق والمباراه ومقتضيات المباراه؟ هذه يعني هي المعادله. دايما ما اقول لك ايه؟ اشركوا اكتر مساحه عشان يقدر يستعيد. مسؤوليه استعاده اللاعب لمستواه مسؤوليه لاعب. اما استعاده اللاعب لمستواه مسؤوليه اللاعب ولا مسؤوليه نفسه ولا مسؤوليه المدرب ولا مسؤوليه مدير الكوره؟ كابتن سيد عبد الحفيظ اهلا بيك. هو موجود على الهواء. شوف ابراهيم بيصادر على راي احسام اهو. ده كابتن سيد عبد الحفيظ. الله. ده كابتن سيد. ازيك كابتن سيد؟ الله يخليك يا فندم. اهو على طول عامل معايا كده. مبروك المكسب النهارده. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله طبعا. الحمد لله. الحمد لله. كابتن سيد يعني الشغل كتير بقى فهتستحملنا شويه ولا هتقول لي معاك طبعا. مهندس التعاقدات. اتفضل. لا مش هيقول لك حاجه طبعا. اهو انت اللي صادرت عليه قبل ما انت دلوقتي ملف التجديد، اعتقد ملف التجديد كله عندك انت مش كده؟ يعني هو في بص الاهلي عندنا بيبقى فيه تنسيق دايما يعني او في ترتيب دايما يعني. اوكي. ففي بعض الامور بتبقى فيها يعني اتفاق وبعد كده بناخد خطوه وبعد كده فلان بيكملها كله على حسب دوره يعني. لكن في النهايه يعني الحمد لله رب العالمين لو الامر خاص بالتجديد ده الدنيا ماشيه بشكل الى حد كبير جدا معقوله. مفيش غير يمكن عندنا غير عبد الله وفتحي وللامانه برضه طبعا انت عمال تسمع في ارقام بتتناولها وسائل الاعلام وده في طلب كذا وده طلب كذا وده طلب كذا وده الحاجه دي مالهاش علاقه بالواقع اطلاقا يعني خالص. ده مهم قوي الايضاح ده يا كابتن سيد. لا خالص بالعكس يعني الدنيا بتبقى امور التفاوضيه وكابتن علي عدلي عندك يشرحها برضه بتقرب جدا وفي لحظه بتبقى فيه حاله بقى عامه اهم من امور التفاوضيه اللي هي حاله التركيز اللي انت بتطلبها من اللعيبه. فماتش بيقرب اهميته بتيجي فبالتالي فبتبقى مش عايز تطلع او تشتت اللعيبه من التركيز فبتاجل شويه خطوات وبعد كده تقرب تاني. ففي وقت بيبقى خلاص الدنيا دي اتحسمت عند فلان زي ما حصل مع وليد او ما حصل مع عاشور او حصل مع الشريف اكرامي او باسم علي او محمد هاني والخمسه دول كلهم على بعضهم مضوا على بياض وسابوا التقدير كله للنادي واحنا يعني بنقدر بشكل كويس جدا على حسب تاريخك والسي بتاعك او مكانتك او حتى اهميتك في الفرقه. طيب خليني اقف معاك عند كلمه مضوا على بياض يا كابتن لانه البعض بيعتقد ان هي ادعاء ما فيش لعيب كوره هيمضي وما يتكلمش في حقوق. هل المساله كده بالظبط ولا اللاعب عنده ثقه كامله انه الاداره هتقدره كويس؟ بص يعني ده الغريب في اللعيب الجديد يعني اللعيب القديم يعني المفروض ان هو خلاص يعني عارف البيت من بابه وعارف كل تفاصيله وعارف كويس قوي كلمتك عاد مثلا اتفاقك خلاص منتهي يعني. ده الجديد هتلاقيه بيعمل كده برضه. يعني الجديد نفسه هتلاقيه بيعمل كده يعني ما بيبقاش ماضي بشكل يعني التفاصيل كلها موجوده في العقد. تمام. في امور طبعا بتبقى توضيحيه
ده حق من حقوقه، خصوصا الناس اللي بتتعاقد معاها جديده يعني الناس اللي بره يعني فيها امور بتبقى كده، وده ما بيزعلناش على فكره ما بيزعلناش خالص يعني. لكن لما بتترك الموضوع للتقدير المالي اعتقد ان هو بيكسب اكثر كمان ما بيبقى متخيل. فبالتالي عنده ثقه وعنده امتنان وعنده سعاده. اي حد مش من النادي عندنا يعني انا مش هتلاقي واحد مثلا يقول لك انا ليا صفه عند النادي وراح اشتكيه مثلا. صحيح، ما بتحصلش، ما بتحصلش. ده الخبر اللي محدش ممكن يقراه، ان في حد بيشتكي الاهلي علشان له فلوس. بالعكس يعني الحمد لله رب العالمين، ممكن يبقى ليك فلوس في اللائحه مش في العقد. وبتاخدها يعني. تمام. مكافئات، حوافز، بطولات، ممكن تلاقي نفسك بتمشي خالص. عشان كده الثقه متولده يعني. ما هو هو عارف ان انت لازم تحقق له اكبر قدر من السعاده. اداء الحقوق. اداء هذه الحقوق. بالظبط. طيب كابتن سيد، وانت بتتكلم على انه المساله ممكن تكون ضيق الوقت مؤثر في مساله التعاقدات او التجديد، ماتش الاسماعيلي يوم الثلاث، هل من الوارد حسم موضوع عبد الله السعيد واحمد فتحي قبل ماتش الاسماعيلي ولا هتستنى بعديه؟ وارد، وارد يبقى بعديه يعني. في شوط اتقطع زي ما قلت لك، ممكن تلاقي نفسك قربت جدا جدا فخلاص الموضوع بينتهي يعني. كده خالص يعني. لكن ارجع واقول برضه الامور التفصيليه والامور التفاوضيه حتى واللعيب اللعيب اللي عنده تاريخ عندك يعني، انت بتستغل وقت انت نفسك كمسؤول بتبقى مركز فيه جدا في الكلمات ومركز جدا في الدخلات اللي بتتكلم بيها. ونفس الوقت بنفس الوقت برضه الامور عنده هو يعني. فممكن تلاقي نفسك يعني لسه شويه الوقت ده مناسب جدا ان احنا نتكلم، ووقت تاني لا ده مش مناسب خالص. ده مش مناسب خالص بقى يعني، ممكن تبقى مرتبطه اوكي فنيه كمان. تمام. اتقال انه الاثنين او البعض اتكلم منهم على عايز يعمل اعاره للسعوديه الاول عند التجديد، هل ده وارد ولا ده مش مطروح؟ لا هو في عرض فعل لاحمد فتحي. عرض لاحمد فتحي؟ طبعا في عرض فعل لاحمد فتحي، لكن منين؟ الاتحاد ولا من الاهلي؟ عايز اقول لك ان اول كلمات احمد فتحي كانت اللي انتوا عايزينه، يعني اللي انتوا عايزينه انا ما فيش مشكله بالنسبه لي خالص. عبد الله السعيد ما قالش زي ما الناس قالت ونسبت ليا محادثه مع عبد الله وان هو قال لي طب اجدد لكم سنتين وامشي، فالكلام ده لم يحدث والله خالص. خالص انت بتحلف والله، دي مساله غريبه جدا والناس خلقت ديالوج فيها. لا لا خالص يعني. فبالتالي ما فيش اي اختلاف في التفاوض لا مع عبد الله ولا مع احمد. بص انت في خلال الفتره اللي جايه هتلاقي في امور يعني اتفاق ما بيننا. الاتفاق ده نهايته ايه بقى؟ هنتم الاعلان عليه. يعني ممكن الاتفاق انت ممكن ما تتخيلوش او ما مش متوقعه مثلا، لكن هو الاتفاق اللي ما بيننا وما بين اللاعب خلاص، خصوصا ان الاثنين يعني مش غراب علينا. طبعا ولادنا صحيح، بتوع النادي بشكل كبير ونجوم بشكل كبير جدا. صحيح صحيح. لا من الاعمده الرئيسيه طبعا. طبعا انا سايب له سايب له الفرصه الكامله انه يعصرك ياخد اللي هو عايزه. لا لا الامور كمان اللي الناس عايزاه. يعني في اسماء بتبقى موجوده في الفرقه مش الناحيه الفنيه بس اللي بتحكم يعني، في اوقات كتير الناحيه الفنيه مش اللي بتحكم بس. يعني احنا ساعات في النادي كمان بتتكلم على امبارح، وده مهم جدا في الحساب على فكره. عشان كده هتلاقي سمعتك ومكانتك في مصر وفي الشرق الاوسط او المنطقه العربيه او حتى على مستوى افريقيا مكانه كبيره جدا، لان انت ممكن تتعامل مع لاعب بامبارح بكره. يعني وده مهم جدا يعني. يعني من الحاجات اللي انا واخدها كمثال يعني، مثلا وانت بتتكلم في برشلونه مثلا تشافي لما مشي من هناك كان في المتحف بتاعه الدور الاول حاطين كلمه تشافي على طول مع انه مشي. ففي حاجات يعني في القيمه نفسها. طبعا طبعا ده بترسخ حاجات انتماء ولاء يعني حب النادي، مش بتلاقيه بس ان انا استفدت منه فلوس وخلاص. في طيب. مواقف انسانيه او مواقف تقديريه بتخليك ترتبط دايما بالنادي. طيب خليني في الحته دي اقف معاك شويه عند صالح جمعه، لانه اتقال كلام كتير واتقال انه في عرض اعاره وفي نادي برتغالي قدم عرض، واتقال ان الاهلي قال له شوف لك عرض، وبعد كده شفناه النهارده بيلعب. ايه بقى موقف صالح على وجه التحديد يعني؟ والله بص يعني انا موقف صالح كل اللي عندي ان هو الراجل جاله عرض خارجي، العرض الثاني او الاوروبي بقى ممكن تتصلوا كابتن عندي بقى يقول لكم ممكن. انت متخصص عربي. لا اللي جالنا قبل المباراه يعني. تمام. هم
من 3 4 ايام يعني. لكن الفصل في الرولز اللي موجوده عندنا في النادي ان هيتم اخذ راي المدير الفني والجهاز الفني وبعد كده يعرض لجنه الكوره وبعد كده يبقى قراري. يعني العرض ما زال قائم. قائم. ده عربي مش برتغالي. اللي عندي يعني اللي عندك عربي يعني ايه؟ السعوديه ولا الامارات؟ خليجي. 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 طب وانا هروح اخده ما تقول لي نادي ايه؟ يعني استاذ ابراهيم عايز منك خبر بتفاصيل هتقول له خليجي. انا عارف هو قاعد بيعمل شغل دلوقتي. لا الجمهور انا انت قاعد بيعمل الجمهور اللي عايز يقرا بكره. انا قاعد مكان الناس. يعني باختصار هيقرا ايه في الاخبار بكره؟ خليجي ولا سعودي؟ طيب يعني ما انتش عايز تحدد على انهي دوري بالظبط؟ والله بص انا انتقالات يناير واخر السنه اكتر الحاجات يابا بتشغل الراي العام بشكل كبير جدا وبتشغل كمان الناس طبعا طبعا الاعلاميين في مصر والناس مهتمه علشان بتحب النادي وبتحب اللعيبه فعايزه تبقى مطمنه مين رايح فين ومين قاعد. طبعا بس في الاخر برضو بيبقى في عندك حاجات اولى شويه في التفكير والتركيز. انت عندك بيبقى عندك دوري وعندك مباريات وعندك انا اصلي مش عايز الناس تعتبر ان الصفقات وانتقالات اللعيبه تخش في أهمية البطولات أكنها مسابقة قاعدين يتسلوا من حقكم تتسلوا بس من حق الناس تشتغل طبعا بأكبر قدر من السرية. هل في حد بره هذا طبعا باكا تقرر بقائه بشكل دائم مش كده؟ أنت مصمم باكا ما يعني مش هنختلف على الأجانب. لا احنا عندنا أربع أجانب. الأربعة طبعا مؤثرين ومهمين جدا جدا. وبرضه أرجع أقول يعني اسئله للطرح يعني دايما لما نيجي ناخد قرار لازم يكون مدروس جدا جدا ومدى الاستفاده بتاعته او ضرره لو خدنا القرار ده. احنا عندنا اربع اجانب نستفيد منهم بثلاثه. طب السنه الجايه القائمه هتبقى 24 او 25 اسف. يعني معنى لو استمر القرار ده ان قائمتك مش هتبقى 24 مش هتبقى 25 هتبقى 24 بس. يعني انت كل شويه هتطلع واحد بره. ايوه. وهل من العقل او المنطق ان انا اكون جايب صفقة بالدولارات وبأرقام ممكن تبقى كبيرة أو صغيرة من أيا كان يعني و25% من المباريات بتاعت الموسم ما استفادش بيها؟ يعني هل ده منطق؟ لا طبعا يعني حاجة لازم بالدراسة الحقيقة يعني عشان تبقى الدنيا واضحة جدا. لكن بقى سؤال حضرتك لا هو موجود معانا الراجل تمام ومكمل معانا إن شاء الله. إن شاء الله جبنا علي لطفي فبالتالي تأكد إنه أحمد عادل هيتحرك مش كده؟ احمد عادل دي كانت رغبته واحمد عادل من الناس برضه اللي هي قضت مواسم كويسه قوي 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 في النادي عندنا. صحيح. وفي عروض بالتاكيد جايه له في الوقت الحالي لو ربنا وفقه بناء على رغبته واحنا ما قدمناش القائمه الافريقيه عشان كانت من ضمن الاسباب العرض اللي كان جاي له يعني لو ربنا وفقه والامور مشيت بشكل كويس بناء على رغبته والعرض اللي مقدم ليه ما فيش مشكله ولو الامور توقفت ما فيش برضه مشكله عندنا. محتاجينه في كل الاحوال. الجهاز الفني حدد احتياجاته بشكل نهائي من الفتره بتاعت يناير ولا لسه الامر مفتوح مع المهندس عدلي؟ بص هو مركز واحد هو اللي له اولويه في الفتره الحاليه ومهم جدا ان احنا السردي باك الحقيقه. نعم السردي باك طبعا بالتاكيد يمكن حظنا كان ممكن الاحتياج ده يبقى بنسبه اقل شويه لو كان رامي ربيعه ما تعورش او كان محمد ناجي ما كانش متعور او سعد سمير راجع من اصابه فكانت ممكن يبقى بنسبه اقل شويه. لكن طبعا في اصابه رامي والفتره الزمنيه اللي هو هيقعدها اكثر من شهرين وشويه وكمان محمد نجيب لحد دلوقتي بقاله فتره طويله ما نزلش التمرين الجماعي. محمد سعد سمير جاي من اصابه فانت حتى سعد سمير لما بيحس باي جهاز في العضله الخلفيه او الضمه ما بتاخدش الريسك على طول خالص بتريحه بدليل النهارده يعني. تمام. وبحيي طبعا محمد هاني وايمن اشرف على المباريات اللي شاركوا فيها واجدوها وده برضه بيبين معنا صحيح ومعدن اللعيب عندنا. في عندنا خامات صغيره برضه بتدور فيها زي محمد عبد المنعم او بعض الناس اللي ممكن تطلع لكن التدعيم وارد جدا ومطلوب او مطلوب في الفتره اللي جايه بشكل كبير قوي معانا يعني. كابتن سيد اتفضل اتفضل. لا 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 في اللعيبه الشباب في فرص اعاره لحد منهم الفتره ديت ولا اللي موجودين معاك محتاجهم؟ بص احمد حمدي مصاب على فكره عشان بس نتكلم هو ما بيشتركش دي احمد حمدي عنده كان احمد حسن بيسال
احمد حمدي عنده شد في عضل الاماميه من بقاله يومين ثلاثه يعني. وموجود معانا احمد ياسر رجان، وموجود معانا محمد عبد المنعم. ويمكن احنا الناس بتتكلم على العناصر الشابه، انت لما تيجي تبص على النادي الاهلي او قائمه النادي الاهلي او اللي بيشاركوا في النادي الاهلي او موجودين في تدريبات النادي الاهلي او الناس عارفاهم حتى بشكل كبير يعني، أيوه. هتلاقي ان في خمس ست عناصر تمام موجودين من 97. وانا متهيألي مش فرقه، متهيألي كده فيها العدد ده من 97 يعني. عندها الاسماء دي يعني، انت عندك احمد ياسر ريان، وعندك احمد حمدي، وعندك باقه، كل ده 97. عندك اكرم توفيق توفيق 97، فانت كريم ندفت 97. فانت بتتكلم في عدد خمس ست سبع اسماء موجوده معاك بيشاركوا على فترات صحيح، لكن موجودين في التيم بشكل كويس، ودي حاجه حلوه يعني، التواصل موجود. لكن كل مدرب بيبقى مختار التوقيت الصح اللي ممكن يشارك فيه لاعب، خصوصا لما يكون ناشئ ولا حاجه، ويديله الفرصه بشكل كويس في تيم مظبوط او الدنيا ماشيه بشكل كويس قوي، عشان قدراته تبان وكمان تقدر تستفاد منه مستقبلا يعني. اخر ميعاد للتعديل في القائمه الافريقيه 31 مش كده؟ الساعه 12 بالليل ان شاء الله. طيب الحق بقى شوف المهندس عادل انت عايز منه ايه؟ انا مش عايز منه حاجه، انا عايز منه حاجه هكلمه. مش هساله على الهوا ابدا. هو اللي هيعوز منه. طيب اخبار الاصابات دلوقتي معانا ايه يا كابتن سيد؟ يعني ما عندناش حاجه الحمد لله، 4 مليون. نجيب الحمد لله داخل بعد يوم او اثنين من دلوقتي ان شاء الله. عندك رامي بس هو المصاب، مروان محسن حظنا كان وحش جدا امبارح او اول امبارح، عوض انكل رجله. بصراحه برضه ما تبقاش فيها حاجه يعني. ما فيش حد تاني يعني الحمد لله، الامور كلها كويسه الحمد لله. رامي هيسافر مش كده؟ احمد حمدي طبعا زي ما ذكرت. رامي هيسافر، عنده كشف تقريبا في الاسبوع الاول من فبراير، وبعدين هيبقى عنده فتره تاهيل وبرنامج تاهيلي ويرجع لهنا. تمام. انا بشكرك جدا على كل الايضاحات ديت. تحت امرك، تحت امرك. والمهندس عادل عايز يقول لك حاجه. عايز اقول لك ربنا معاك، وهطلبك بكره باذن الله. يا رب ان شاء الله. وانا هعرف منه طلبك عشان ايه بس، معلش. لا ولا يهمك. شكرا جزيلا. شكرا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، وانا اعتقد يعني كنت نائب عن كل الجمهور في انهم يعرفوا كل حاجه. عملت الناس عايزه تعرف، عملت عدد خاص. طيب عموما شاكرين مساهماتكم طبعا وتفاعلكم الكبير، هنحاول نقرا اكبر عدد من تساؤلاتكم خصوصا في وجود المهندس عادلي. ايهاب احمد حبي بيقول لك الاهلي بطيء في موضوع الصفقات والدفاع، عايز لعيبه، محتاجين لعيبه. ما هو ده الصخب اللي هم عايزينه بقى. عايزين نطلع كل يوم نقول لهم عملنا كذا وبنسوي كذا وعملنا، لا هتلاقيه بطيء كده على طول. بطيء. مش الهدف في الصفقات، الصفقات انك تبيع وتشتري، مش بس تشتري. ما انت بتطلع لعيبه. وبتتفاوض على ان اللعيبه تطلع. طيب السيد المرغني بيقول لك رامي صبري يا باشمهندس. حاضر. ومصطفى خميس بيقول لك مش حرام اللي اتعمل في العش ده؟ حرام. طيب ما احنا جاوبنا العش. ياسين اصل العش حصل تسرع من جنوبه ايضا. يعني مش العش كان بديل مطروح، وقد يكون ما زال يعني، لكن مطروح جدا يعني. وقد يكون لا زال. ما هو افرض في لحظه ما اجراءاتك اتجهت اليه. طيب ياسين عبد القادر بيقول لك عايزين صلاح محسن وياسر ابراهيم بس مش عايزين حد تاني. حاضر. طلباتكم اوامر. ربيع شعبان سلطان فين الصفقات يا عدلي بيه؟ فين صحيح؟ يا عم ما هي دي. طيب. الناس اللي متصوره ان الصفقات دي بلاي ستيشن. يعني جيم بنلعبه. احتياجات الفريق يا نجيبها زي ما الفريق محتاجها يا مش هنجيب. مش هنجيب يعني، ممكن يكون من ضمن الصفقات انك ما تجيبش، تجدل اللي عندك ودي تبقى صفقه. طيب محمد محمود بيقول لك محتاجين مدافع وصانع العاب. لسه عايز صانع العاب؟ ده احنا ما عندناش غير صناع العاب. طيب عبد المسيح فتحي بيقول لك في حاله اصابه جون انطوي بالصليبي زي ما قيل ممكن يرجعه للاهلي ولا لا؟ زي ما قيل من مين؟ انا ما سمعتهاش. لا مساله يرجع ولا لا دي مساله هيدرس العقد
دراسة دقيقة جدا. أنا تصوري أيوة أنه لازم وافقة الأهلي كلمة يحق طلب يحق للمقاصة طلب شراء اللاعب. طالما يحق طلب مش يحق شراء يبقى طلب يعني تطلب منه. من حقك تطلب وأنا من حقي أرفض أو أقبل. أنا بقى إيه؟ آه يحتفظ بيه يدهولك. ما روحش أبيعه في حتة تانية. وإذا اديتهولك مش هنتكلم في فلوس، إحنا محددين المبلغ. ميزة طلب شراء إعارة بنية البيع. لكن لو إعارة بنية البيع زي حجازي. مكتوب كده. يحق له كده دون الرجوع للنادي الأهلي، دون الرجوع للنادي الأهلي. فيدفع لك الفلوس وخلاص. يدفع لي الفلوس ويحطها وخلاص. إسلام صلاح بيقول لك مساء الخير يا كابتن عدلي، ممكن نعرف حقيقة مفاوضات الأهلي للمدافع بدر باتون خصوصا وإنه في كلام حول هذا اللاعب المغربي؟ ما احنا خلاص قلنا مفيش أجانب. مفيش أجانب لأن مش هتسيب حد عندك أربعة. بالظبط. محمد خلف الهواري، بعد إذن حضرتك يا أستاذ إبراهيم، ممكن المهندس عدلي يوضح لنا لماذا تم التراجع عن صفقة العش؟ أعتقد اتكلمنا فيها في بداية الحلقة. صحيح. شوفها في الإعادة. طيب ناخد طارق من القاهرة. يا أستاذ طارق. أهلا، مساء الخير يا أستاذ إبراهيم. أهلا بيك يا أستاذ طارق. تحياتي الكتيرة ليك وللأستاذ الباشمهندس عدلي قيعي. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بيك يا حبيبي. وعايز اقول له يعني ربنا يحفظك ويحفظكم لينا وللاهلي والاهلاويه. ربنا يخليك. والحلقه اللي فاتت كنت مشدود شويه طول من اول الحلقه لحد ما ابتسمتش غير في الفتره بتاعه الاستاذ عماد عمرو اديب. ده انا ولا المهندس عدلي؟ المهندس عدلي. بخاف عليه، بخاف عليه وعلى صحته انه يخلي باله من نفسه. لا ما لا لا، صحتي زي الفل. الله يبارك لك. الحمد لله ربنا كرمني. اطمن يا استاذ. وطبعا فرحان جدا بالاهلي وبفرقتنا اللي في حته ثانيه. الحمد لله. وما يقولوش حسام البدري يقارن باحسن مدرب ولا مش احسن مدرب، لان فرقته اساسا في حته تانية، فالطبيعي ان هو برضه كمدرب في مصر هو في حته تانية. صحيح. اتفضل. ويا رب بدعي من كل قلبي للاسطوره الخطيب، ربنا يحفظه ويحميه. بنادي له الصح. امتداد المايسترو، امتداد التيتش، امتداد وزير الدفاع، امتداد رموز الاهلي العظيمه. تمام. ربنا يوفق يا رب. وليا رجاء عند المهندس عدلي يا ربي يعني. ايوه النبي احرجه كده شويه قول. لا في بس يعني ما اعرفش حد ما جابش سيرته او ما جاش على لسان حد خالص. في شاب جميل قوي بيعشق الاهلي عشق فظيع. وفي نفس الوقت امكانياته وكفاءاته جميله 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 واشتغل معانا في الفتره اللي فاتت فتره بسيطه وبعد كده مشي بعد ما كملش سنتين. مين؟ اسمه هيثم عرابي، ربنا يبارك لكم يعني. هيثم عرابي. لا دي مش بتاعت انا دي. يعني المهندس عدلي مش صاحب القرار. اعتقد انه تلميذك النجيب يا باشمهندس. يا فندم ما العفو، انا مش استاذ لحد، هو الراجل كان بيؤدي اداء مميز جدا ونجح الحقيقه في الفتره اللي كان فيها، بس حضرتك عارف ده مش قرار يعني. انا يعني اتمنى انه يعني، وهو الراجل لو احتجنا له في اي حاجه مش هيتاخر. لانه انا شايف ان هو عاشق للاهلي بشكل فظيع. محتاجين لاولادنا كلهم، وكل واحد هيجي له الميعاد والتوقيت اللي فيه في نادي الاهلي. وربنا يوفقك. شكرا شكرا يا استاذ طارق. استاذ وليد من كفر الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. اهلا بيك يا استاذ وليد. كابتن عدلي الله يخليك. الله يخلي حضرتك. والله حضرتك يا فندم، والله كنت عايز بس انوه لحضرتك مركز المساج ده، احنا عايزين مساج ضروري لان حاضر. تمام. ننظر للمركز المساك، ما نبصش لانديه الدوري الممتاز، نبص لانديه الدرجه الثانيه فيها لعيبه بتفكر ايه. والله حاضر. تمام. يعني اديكم مثال في منطقه، يعني انا من قريه من كفر الشيخ، ما يعني تبع بيلا، يعني القريه اللي احنا فيها دي مطلعه ما شاء الله لعيبه، يعني كابتن عندك شويه مساكين كويسين. محمد الشناوي من نفس البلد اللي انا فيها، كابتن محمد الشناوي حارس المرمى. يا ابني بندور في كل خرم في البلد. محمد. عشان كده مش عايزين نستعجل. ما نستعجلش. محمد مسعد نفس الطريقه، كابتن طارق سليمان برضو، كلهم طالعين من الارياف، نبص نديهم نظره. واسلام محارب يا اخي ما تقولش ليه اللي في النادي الاهلي. محافظه نفسها من وحسام مصر. وحسام غالي ما هو من بيلا برضو. غالي من بيلا، من بيلا تمام. وعندنا برضو احمد جمعه لاعب المصري من قريه برضو صغيره، نبص ماشي يا حبيبي ديت بنظره كويسه يعني. ماشي يا حبيبي. اوكي يا استاذ وليد شكرا. عماد من المنوفيه. حماده من المنوفيه. استاذ حماده. ايوه يا فندم. اتفضل يا استاذ حماده. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا بحب بس على الكابتن عبد الصيعي. الله يخليك يا حبيبي. رمز من رموز النادي الاهلي. ربنا يخليك.
والاستاذ العظيم الصحفي الكبير الاستاذ ابراهيم منيف. شكرا استاذ حماده، اهلا بيك. بحب بس اقول لحضرتك سعد لي، عايزين برنامج يربع قيم ومبادئ النادي الاهلي على مدار التاريخ كله. هنعمل الفقرات دي كلما تتاح لنا الفرصه وهناكد عليها. هنرجع تاني لفكره الجوائز المميزه وتاريخ الاهلي ممثلا في جوائز وكؤوس، وهنكمل تاريخ الاهلي معاكم باذن الله. اتفضل. شكرا جزيلا يا حماده. كمل يا بطل. محمد رمضان بيقول لك والله عندنا القطاع فيه لعيبه مستواها عالي جدا في فريق 99 مليان جواهر، بس اللي تابع. بنتابع وهتشوفوا النتيجه باذن الله. منصور ابو بطل القصاص بيقول لك مساء الخير يا كابتن عدلي، انا عايز اعرف ايه الفرق بين الحارس احمد عادل واي حارس تاني طالما هيقعد على الدكه وخلاص، ده اهلاوي للابد. يعني انا عايز اعرف انتوا عايزين ايه؟ عايزين كل ماتش اللاعب جون؟ يعني عايزين كده؟ يعني كل واحد عايز يلاعب كل ماتش اللاعب جون؟ فين في العالم هذا الكلام؟ الحارس بيقعد على الدكه لحد ما تجيله الفرصه يكون على قدره. مركز شفنا الشناوي، شفنا الشناوي دلوقتي كان على قدره، وفي الزمالك في اكتر من جون، ولما جنش لعب ساهم في انه يجيب اكتر من بطوله. هذا هو الحال في جميع انديه العالم. ده صحيح. مركز حساس جدا، في سبب. فمن فضلكم مش كل واحد يتصور انه احمد شايف حاجه، لا شايف حاجه ما حدش غيره شايفها يعني. طيب محمود صلاح بيقول لك للاسف الاهلي مش شايف شغله في الصفقات هذا الموسم. هنشد ودنه، حاضر، لان هم معتبرين ان لازم يسمع 7-8 صفقات. ايوه كده شايف شغله. لو جاب صفقات كتير يبقى مش شايف شغله. بيقول لك مشكله، بس استنى انا بس عشان اوضح دي. لو الاهلي حقق العديد من الصفقات يبقى مش شايف شغله، شغله ما جيبش غير اللي محتاج له. وانه ما لقاهوش ما جيبش. بقول لك المشكله في الدفاع، وهو اللي هيضيع افريقيا السنه دي، وحراسه المرمى كمان. ماشي يا حبيبي، ادي احنا جبنا لك حارس مرمى. على فكره دي الاهلي افضل دفاعا في الدوري، وجبنا لك حارس مرمى ومع هذا بيدعم، وفي الشناوي وفي علي لطفي وقد يكون في احمد علي العمين في احسن من كده، 4 تجوان احسن من بعض. مجدي الاهلاوي بيقول لك ايه التخبط في الاختيارات والمفاوضات، وليه كل ما صفقه تقرب نتراجع عنها؟ علشان الناس هي اللي بتعلن. انا ما بادرش التفاوض على الهوا، اللي يطلع من بقنا هو اللي صدقه، اما انا مش مسؤول عن الاعلام بيتداول ايه. زوزة هندي بتقول لك عايزين نعرف كان ايه لازمه اللي حصل مع احمد العش ده، ونتمنى ان الاهلي يرجع له فلوسه. الاهلي ما خدش منه فلوس. هو تنازل على الفلوس لوادي دجله وتم الاتفاق. انا قلت له ما تتنازلش. ورغم كده المهندس ماجد سامي قال لا يعني هلتزم بمستحقات. ياسر عرفه اعتقد ان الاهلي المفروض ما يبصش للمقابل المادي مهما كان، على قد ما يبص للفايده الفنيه اللي هيقدمها اللاعب للفريق. لا، غير حقيقي. لو انت اشتريت، يعني نوصل ان نشتري اللاعب 40 و50 مليون؟ لا طبعا، ده كلام. ما انت بتقيس الفايده الفنيه على المبلغ. بالظبط كده. يعني انت ما بتبخلش. يعني لا تبخسوا الناس اشياء. يعني انت اذا كان صفقه تساوي 7-8 مليون ما تقولوش 2 مليون. بالظبط. لكن كمان هو ما يقولكش 20 مليون. وهو ما يستحقش ده. عبد الله عماد سالم، يا كابتن عدلي كان في مشروع ليندمان مخطط احمال الاهلي السابق كان عاوز يعمله، وهو انه ياخد من اللعيبه حمض الدي ان ايه ومن نتائج تحليله، يحدد ايه الاكل اللي ياخده ويفيد جسمه، وايه التمارين اللي تفيد عضلاته، وما تجيلوش اصابات في العضلات. يا ترى هذا المشروع ده لسه موجود ولا لا؟ وشكرا يا كابتن عدلي يا استاذ ابراهيم. على فكره قدامي شخص طبيب بيتعامل مع المنتخب ومقدم مشروع النادي الاهلي، هنستضيفه يوم يحكي لنا كيف تطور العلم، انه من خلال العلم ونظام تغذيه ونظام تدريب يتلافى اصابات الملاعب الى حد كبير. نستضيف يوم كده ويكلمنا عن هذا الامر. طلبه صلاح مساء الخير على حضراتكم يا استاذ ابراهيم. يا باشمهندس عدلي، ممكن سؤال؟ ليه كابتن حسام مصر على صالح جمعه النهارده هو بيجامل على حساب الاهلي؟ لا معلش كده كتير بالله. لما ما يلعبش صالح يبقى مضطهد ومهمله. لا حول ولا قوه الا بالله. لما يديله فرصه عشان يفوقه ويرجعه، يعني هو حسام بيجامل صالح بيجامل، ولا ضاغط على صالح؟ بوسي الليسي، انا خايفه ما نلحقش نجيب مدافع، وحضرتك شفت محمد هاني النهارده
ونلتمس له العذر لانه ده مش مكانه. ارجوكم مدافع تقيل يجي بسرعه. فاضل اربع ايام يا بوسي. لو ما لقيناش مدافع تقيل نجيب مين؟ مدافع خفيف ما نجيبش خالص. وهاني بتحصل اخطاء من احسن مدافعين في العالم. صحيح. احنا بنقول لابراهيم حجازي حاطط في نفسه جولين السنه دي. ومدافع احمد حجازي. انا قلت ايه؟ ابراهيم حجازي. لا استاذ ابراهيم حجازي بيجيب اجوان فينا احنا. احمد حجازي وهو مدافع عظيم يكاد يكون الابرز في الدوري الانجليزي. الاخطاء وارده. عمرو السمحي، الاهلي مش محتاج صفقات الفتره اللي جايه. الله ينور. محمود ابو سلطان، بالطريقه دي مش هنجيب لعيبه. باقي خمس ايام، الاهلي محتاج مدافعين يا استاذ ابراهيم. وتحياتي للكابتن عادل وربنا يستر. خلي بالك في نقطه. خلي بالك في نقطه. انت جبت لعيبه تحت السن. وجبت حارس مرمى، وقد تنتهي اليومين اللي جايين دول على حد كمان. اذا ما حصلش انت مش بالضروره تجيب لعيب. وبعدين ترجع تتكلم على سوء الاختيار. يوسف توفيق، ليه الاهلي بيجيب صناع العاب كتير ومش بيلعبهم وبيمشوا على طول؟ وما رايكم في اداء باسم علي في الفتره دي؟ قلنا راينا في باسم وماشي كويس قوي. توتو مين صناع الالعاب اللي مش بيلعبوا؟ ميدو جابر وبيلعب. هشام محمد مدافع وصانع العاب وبيلعب. حتى الناشئ احمد حمدي لولا انه مصاب كان هيلعب. تيتو اونلي مان، السلام عليكم. هو حسام غالي رجع للاهلي، وايه اخبار الصفقه العالميه؟ حسام مرجعش، والصفقه العالميه ده كلام اعلامي، لكنه الافريقي خلاص ما عادش في فرصه لقيد افريقي. بالظبط. ثانيا الناس متخوفه بتتكلم على يا جماعه عايزين نعالج الدفاع قبل بطوله افريقيا. عشان تبقوا في الصوره، بطوله افريقيا بالقائمه الحاليه، اولا الاهلي عنده فرصه زي اي نادي لغايه نهايه الشهر يضيف حد، ولو ما اضافش حد هيلعب دور ال 32 فقط باللعيبه اللي موجوده. بدايه القيد الثاني قبل كاس العالم او بعد كاس العالم يقدر يكمل بقيه القائمه باللي هو محتاجه قبل دوري المجموعات. احمد خالد خضر، الاهلي محتاج مدافع قوي. ياسين مرباح، افضل مدافع في تونس واساسي منتخب تونس، مفيش فرصه لاي لاعب اجنبي في ظل وجود الاربعه الموجودين حاليا في الاهلي. ابو حنين الازهري، عثمان عبد الله، يعلم الله اني بحبكم جدا يا باشمهندس يا استاذ ابراهيم. انا زي كل الاهلاويه خايف جدا 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 على الاهلي. لا ما تخافش ابدا، مش هيكون في كاس افريقيا لو ما فيش اتنين مدافعين خلال يناير الحالي. لو ما فيش في خلال يناير هيكون في خلال الصيف ان شاء الله. بس اطمنوا على الاهلي بجد. دهمنا الوقت، متشكرين جدا. وعايز اطمن الناس يا جماعه، ما عندناش مشاكل حقيقيه. كنا نطمع في التطوير، لكن تعالوا فكروا معانا، من المدافعين اللي افضل من اللي عندنا؟ مش هتلاقوا غير واحد. ممكن يجي او اتنين يلعبوا، ودول مش متاحين بالشكل الواجب. الباقي هييجوا عشان يتنافسوا ان يلاقوا لهم مكان. هل اجيب لاعب عشان يتنافس ب 20 مليون جنيه؟ لا طبعا. الاجابه جابوا علينا الحلقة القادمة. صالح الأهلاوي وسماح الزند وحجاج العوامري، وكتير من مشاركات حضراتكم في نفس الاتجاه في اسأل الملك وكتابة. دي كانت نهاية فقراتنا مع حضراتكم.